مباشرة ينضم إلينا الآن مستشار القروض السكنية والبنكية الأستاذ جاد سليمان. أهلا بك سيدي. قبل الدخول ربما والولوج بما يتعلق بالقروض الإسكانية المتعلقة بمشاريع السعر المخفض للشقق في مختلف المناطق في البلاد والحديث عن المسارات ربما، دعنا نستهل الملف هذا بأن المناقصات والقسائم في البلدات العربية باتت غائبة شبه مفقودة، وهي كانت خيار لدى الكثير من المجتمع العربي في سنوات ماضية، أليس كذلك؟ 100%. لما احنا اليوم عم نحكي عم بيقولوا بعدنا طبعا مش شايفين انه في راح يكون 115 مناقصة اللي فيها ما يقارب أكثر من 100,000 بني آدم اللي عم بيقولوا إنه بده يسجل، تم التسجيل لهاي المناقصات بالسعر المخفض. فأنت بتشوف إنه هذا نقطة ببحر لمتطلبات للشغلات الأساسية للوسط العربي. تعالوا نتذكر إنه إحنا مش عم ندور على إنه نسكن ببيت أربع طوابق، إن اليوم الأزواج الشابة والعائلات بدها تنستر بين أربع حيطان بسبعين وثمانين وتسعين متر. كمان للأسف الشديد بنلاحظ إنه مش شايفين كمان برامج مستقبلية بين إذا بالوسط العربي أو الوسط اليهودي. كمان واحدة من أكبر مشاكل اليوم موجودة هي أزمة السكن وجدول غلاء المعيشة وغلاء أسعار الدور وغلاء الفوائد، وكل الأمور بتجيبنا لهون إنه اليوم إحنا مش فاهمين شو كيف المستقبل تاع أولادنا وأحفادنا راح يكون إذا اليوم إحنا عم نعجز إنه نحصل على دار اللي نقيم فيها عائلتنا. طيب طبعا لكل هذه الأسباب أستاذ جاد يتجه عدد من الأشخاص أو جزء من المجتمع العربي إلى ما تحدثت عنه بما المشاريع الإسكانية منخفضة التكلفة في العديد من المناطق أو في المدن المختلطة المركزية ربما حيفا عكا في الجليل على سبيل المثال أو الطيري منطقة الطيري أيضا، ولكن هل ذلك فعلا يلبي احتياجات المجتمع العربي؟ هل هذه المشاريع تلبي حاجة المواطن العربي؟ حسب رأيي لا، لأنه نرجع ونقول اليوم حتى بالمدن المختلطة وحتى لما بدنا نتوجه على كرمئيل أو على عكا أو على حيفا أو على الطيري، اليوم على سبيل المثال تعال نأخذ الطيري اللي حد حيفا. اليوم إذا أنت بدك تحط أولادك بدك تروح تسكن بالطيري وفي عندك أطفال تنين ثلاثة، فبدك تسافر يا على حيفا يا على محلات أبعد من حيفا عشان تحط أولادك بالحضانة أو بالمدرسة، لأنه ما في إلك مدرسة، ما في إلك جامع، ما في إلك كنيسة، ما في إلك دورات اللي هي بتحكي لأولادك ولمجتمعنا. ذات الإشي كرمئيل وضواحيها، ذات الإشي عكا. اليوم إذا أنا بدي أروح أسجل لمناقصة تنساش في كمان في دائما لما انت بتسجل المناقصة حق الأولوية بيكون لأولاد المنطقة، يعني إذا أنا هناك نقاط استحقاق تسمى صحيح. يعني إذا أنا ابن عكا فراح يكون لي حق الأولوية بإني آخذ المناقصة فعلا. إذا أنا جاي من البعني أو من مجد الكروم أو من الرامي. فحسب رأيي المشكلة الأساسية عندنا في المجتمع العربي انه مش عم بيتم اول شيء فرز اراضي ومناقصات ومشاريع ضخمه اللي تبلش تستوعب متطلبات الوسط العربي خاصه والمجتمع الكامل كمان. بالوسط اليهودي كل يوم اذا عم نحضر اخبار وبنشوف بمجال شغلي وين ما اروح بالبنوك واي اي اي محلات ما بطلع على مشاريع عمار كل الناس بتشكي من ذات الشيء بغض النظر اذا هو عربي او يهودي انه ما في عندنا حل او ايات برنامج بالافق بالدوله من قبل الحكومه. بالنسبه لمشاريع عمار وخاصه بالوسط العربي، طبعا احنا كوسط عربي لما في تضرر مادي دائما اول ناس بنتضرر.
طيب أستاذ جاد، على هامش ربما عدم ملائمة المشاريع السكنية الشعبية الحكومية دعنا نقول لجميع الأشخاص في المجتمع العربي، هناك إشكاليات أخرى حدثنا أيضا سابقا عنها وهي المسارات لنيل قروض الإسكان. هناك مسارات مختلفة، ومع ارتفاع سعر الفائدة أيضا في إسرائيل المتواصل هناك معضلات حقيقية أمام المواطن، أليس كذلك؟ طبعا اليوم بنك إسرائيل بحط لك يعني يضع لنا عدة حواجز للاقتراض. طبعا الوسط العربي هذا مصر أنه دائما كان في مشكلة إذا أنا بدي أشتري بقرية أو بمدينة عربية أصعب علي أو بأخذ بفايدة أعلى. بغض النظر للي عم بيصير اليوم كمان بالسوق أنه في ارتفاع حاد بالفوائد في البنوك وكمان من قبل بنك إسرائيل، يعني كمان بنك إسرائيل رفع الفوائد على فائدة البرايم زي ما الكل عم بسمع بالأخبار وبشوف. صحيح. يعني كمان عندكم، وكمان البنوك غلت تسعيرة النقود عشان عدة شغلات اللي عم تصير بسوق مثل جدول غلاء المعيشة لما ارتفع وجدول مبارد البناء وسعر البلاستيك والخضرة وإلى آخره. فاليوم أنت بتشوف أنه إحنا إلنا لوسط عربي كمان بما أنه إحنا طبقة اللي هي من ناحية مادية هي أكثر متوسطة أو منخفضة من ناحية مادية، فصار علينا أصعب أنه إحنا نقترض قرض سكني أو بنكي لأنه دخلنا قل بالنسبة للمبلغ اللي بدنا نقترضه من البنك. هاي من ناحية واحدة. من ناحية تانية تنساش أنه كل الارتفاع اللي عم بيصير بجدول غلاء المعيشة والفوائد على القروض السكنية والبنكية عم بيخلينا انه عم نشوف انه في تراجع بالوسط العربي من ناحيه زي ما بيقولوا كنا نفكر كيف بدنا نسكر الشهر، كثير زبائن عم تقولي مش عارف كيف بدي ابلش الشهر لانه كله عم بيغلى، وحتى القروض السكنيه البنكيه على سبيل المثال اذا انا مقترض 650 700 الف شيكل قرض بنكي سكني متاسف في عائلات اللي صار عندها ارتفاع بالترجيع الشهري ما يقارب 700 800 شيكل ببعض الاحيان، وهذا يحدث فارق لدى العائلات بالتحديد التي لديها عدد اولاد كبير على سبيل المثال. لضيق الوقت اشكرك جزيل الشكر مستشار القروض الاسكانيه والبنكيه جاد سليمان على هذه الاحاطه الواسعه بهذا الملف. كل عام وانتم بخير.